طيب هسه رح نشرح المثال الثالث. عندنا تعديل هنا مبدئيا بالمثال. A balanced delta تحطون رمز دلتا connected load having an impedance 20 - J15 is connected to a delta connected positive sequence generator having VAB equal 313 with shifting or phase angle 0. Calculate the phase current of the load and the line current. من السؤال حسب نص السؤال الحمل عندي هو عبارة عن دلتا وهذه قيمته مربوط إلى positive sequence generator. شنو نوع الربط مالته؟ دلتا. إذا دلتا نوع الربط. الجنريتر having VAB equal 330 بزاوية صفر. هذه VAB يعني ممكن أعتبرها هي V phase أو ال V line بالنسبة للدلتا connected، لأن وضحنا سبق يعني سابقا هذا الشيء إنه ال phase voltage وال line voltage بالدلتا هي نفسها. المطلوب عندي إنه أحسب ال phase current للload، تيارات ال phase وتيارات ال line. أول شيء راح نجي نتعامل ويا قيمة زد دلتا. load impedance per phase، اللود عندي هو 20 ناقص J15 حولناها من صيغة الريكتانجولار إلى صيغة البولار. ال VAB هي نفسها اللي هي فولتية الحمل، راح نفسها تساوي لي فولتية ال AB اللي هي أنطانيها بالسؤال اللي هي اللاين فولتج أو الفيز فولتج. لذلك أنا أقدر أحصل هسه بسهولة قيمة تيار الفيز. تيار الفيز IAB راح يساوي لي ال VAB على Z دلتا قسم قيمة الفولتية إلى قيمة الحمل طلع قيمة تيار ال IAB. عندنا قانون يقول إنه الـ IBC هو نفس الـ IAB لكن بشفتنج مقداره سالب 120 درجة، فأضفنا للزاوية الأولى 36.87 ناقص 120 ظهرت هاي القيمة، والـ ICA هي الـ IAB بزاوية 120 درجة. هذه بالنسبة لتيارات الفيز. تيارات اللاين، اللاين كارنت، نقول لللاين كارنت قيمة تيار اللاين يساوي لقيمة تيار الفيز مضروب في جذر 3 وبشفتنج مقداره سالب 30 درجة. أنا عندي قيمة تيار الـ IAB طلعناها، نجي نخليها هنا مثل ما هي، نضربها في جذر 3 ونضيف الشفتنج اللي هو مقداره 30 درجة. هذه قيمة تيار الـ IAB، عفوا الـ IB اللي هو تيار اللاين الـ IA، بعدين نطلع تيار الـ IB اللي هو IA بزاوية سالب 120 درجة، يعني نفس هذه النتيجة نطرح من عندها 120 درجة، والـ IC هو الـ IA نفسه بس بإضافة شيفتنج مقداره 120 درجة. طلاب بس تأكدوا من النواتج الزوايا إذا كانت صحيحة أو لا، يعني أعتقد هي صحيحة أو يمكن صار عندنا تصحيح بواحد من عندها. بالله هنا 36 و83 110 هذا تمام، هذه تمام، هذه صحيحة، وهنا الأخيرة هذه هم صحيحة تمام.